السلام عليكم. بولحبش محمد، رئيس القياده العليا هيئه الحضريه ولايه امن فاس. ان كما شاهدتوا بالنسبه لولايه امن فاس، جميع المكونات الشرطيه تلقوا تعليمات مباشره مع السيد ولي الامن، تعليمات مديريه لاجل الرفع من درجه اليقظه، تواجد الامني في الشارع العام، تواجد في جميع النقاط، احياء شعبيه وسط المدينه، تأطير الجيد العناصر على مستوى اماكن ديال الاحتفالات سواء فنادق ولا مطاعم او النقط اللي كتعرف احتفالات او كتعرف تردد ديال المجتمع المدني. اذا تم تعزيز السدود القضائيه، السدود الاداريه في المداخل والمخارج ديال المدينه من اجل ضبط الحركه ديال السير وضبط الزوار ديال المدينه، ومن اجل باش تكون واحد الضمان ديال الاحتفالات في ظروف امنه بالنسبه للجميع. بالنسبه للعناصر ديال مسرح الجريمه، العناصر ديال اللي مكلفين بالمصالح الطبيه، بالنسبه للعناصر اللي مكلفين بالمراقبه عن طريق وسائل تقنيه، الكل مجند وغادي يواكب معنا هذه العمليات الامنيه والتواجد في الشارع العام، ويواكب معنا التاطير الجيد والتوجه للنقط اللي كتعرف اكتضاض او اللي كتعرف حركه ديال المواطنين. لان الجميع راه مستعد ان شاء الله باش تمر هذه الاحتفالات في جو امن وفي احسن الظروف. وشكرا لكم جميعا.